الماضية، لأنه في نوع من عدم الإفصاح عن مصير هذه البلاغات طوال السنوات الماضية منذ سقوط المبارك في 25 يناير وإجباره على التنحي في 11 فبراير. فده اللي احنا جايين عشانه، بنقدم بلاغ جديد بنقول فيها كل المصائب وكل أوجه الفساد اللي عملها نظام مبارك، وإن احنا بنفتح الملفات من جديد بعد محاولات التبرئة المنظمة لنظام مبارك ورموزه، بعد ما قنوات الفلول وإعلام الفلول وصحف الفلول بدأت تغسل سمعة رموز مبارك وبتقدمهم للرأي العام، وأيضا بعد إتاحة الفرصة في المحكمة لمخاطبة الرموز الفاسدين والمجرمين في حق هذا الوطن، واللي قتلوا الشهداء وقتلوا الثوار 25 يناير وقتلوا الناس، وحتى الآن لم يكن هناك رادع، والتشويه المنظم والعمدي لثورة 25 يناير واعتبرها يعني مؤامرة. قضاء المحكمة العليا للقضاء الإداري طلبت في النيابة بمحاكمة المسؤولين عن نهب الأموال العامة وخصخصة الشركات وغيرها من جرائم المال العام. الأستاذ عبد الخالق فاروق أحد مقدمي هذه البلاغات منذ فترة. عدد من البلاغات، أنا قدمت بلاغين مهمين. البلاغ الأول ضد حسني مبارك ومعاونيه وبتهمه شخصيا بارتكاب جريمة الخيانة العظمى والحنس بالقسم الدستوري، وقدمت 24 مستند يثبت أن هذا الرجل شكل شبكة دولية غير مشروعة وغير قانونية للتجارة في السلاح، حصل على عمولات سلاح، وهناك وقائع لها مستندات ووثائق وقرائن وكتابات من أهم خبراء والمؤرخين في مجال عمل المخابرات الأمريكية، قدموا بدليل قاطع وبالأسماء الوقائع المتعلقة بمشاركة مبارك في هذه الشبكة الدولية للتجارة بالسلاح، بالإضافة إلى وقائع أخرى. كما طلبت بشهادة بعض من سمع من مبارك شخصيا أنه قال، وأظنكم ربما قد سمعتوه أحد الممثلين المغمورين، أنه قال أن مبارك قال له، وهذا الكلام مسجل، قال له: يا ابني أنا مش محتاج أسرع، لأن أنا كل صفقة سلاح باخد منها وكل برميل بترول باخد منه. موجودين النهاردة للتمسك بمطلب رئيسي من مطالب ثورة 25 يناير، وهو القصاص لشهدائها وإجراء محاكمات جدية رموز نظام مبارك ومبارك نفسه. احنا بنعترض على المحاكمات الهزلية. ما ينفعش. احنا موجودين النهاردة بنعترض على المسرحية اللي بتتم واللي اسمها محاكمة القرن، بنطالب بمحاكمات جدية لمبارك على جرائمه اللي ارتكبها خلال 30 سنة من الفساد والنهب والاستبداد، وبنأكد ان كل من يتطوع على ثورة 25 يناير هو شريك في الجرائم اللي ارتكبها نظام حسني مبارك، واننا لا نقبل باي حال من الاحوال باهانه الشعب المصري وتشويه التضحيات اللي بذلها شهدائه ومصابيه من اجل اسقاط نظام المخلوع، نظام الاستبداد والفساد. وباسم الشعب المصري كله ان يحرك البلاغات المقدمه ضد نظام حسني مبارك وعصابته، لان حسني مبارك يحاكم في قضايا لا تليق بواحد خرب البلد. حسني مبارك ترك مصر خرابه بمعنى الكلمه، خرب القطاع العام ودمر صحة المصريين وبدد ثرواتهم. البلاغ دي كلها مقدمة من المهندس يحيى حسين عن بتاعت مشكلة عمر أفندي والأستاذ عبد الخالق فاروق ومواطنين آخرين. احنا بنطالب النائب العام بأن يتحمل مسؤوليته ويحرك هذه القضايا الحقيقية التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام بتهمة الخيانة العظمى.